كلنا تابعنا امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لما ترأس اجتماع الحكومة في مدينة العالمين الجديدة. الاجتماع الحقيقي كان مهم جدا، ناقش مجموعة من الملفات الهامة. بعض التصريحات اللي أدلى بيها الدكتور مصطفى مدبولي كانت بتدور بشكل أساسي حول الوضع الاقتصادي. الأبرز أن الدكتور مدبولي تحدث عن تأثير التراجع الحاد في أسواق المال العالمية الأيام اللي فاتت على اقتصادنا، وده هيكون محور النقاش الرئيسي في الاجتماع. نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده. معانا على الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. حابين بداية يعني نتعرف كده من حضرتك على أهم الرسائل من خلال تصريحات رئيس الوزراء بالأمس، تحديدا عن تراجع أسواق المال العالمية وتأثيرها على البورصة المصرية. هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يمكن امبارح كان في مجموعة من الرسائل الهامة جدا يعني أدلى بها رئيس الوزراء، بتوضح بعض النقاط خاصة في الشق الاقتصادي. الاثنين الماضي يعتبر يعني يوم الاثنين الاسود على الاسواق الماليه على مستوى العالم، هناك تراجع كبير جدا في سوق الاسهم في سوق البورصات العالميه بشكل كبير، وربما ده كان يرجع لمجموعه من الاسباب. يمكن التقرير الاقتصادي الصادر في الولايات المتحده الامريكيه بزياده معدلات البطاله التي وصلت لاكثر من 4.3%، وده بالنسبه للدوله الامريكيه معناها ان هناك انكماش في الاقتصاد الامريكي بشكل كبير، يمكن ده ادى الى جزء كبير جدا من انهيار الاسواق والبورصات. ايضا انه الوضع الجيوسياسي الموجود في المنطقه عندنا في منطقه الشرق الاوسط، واللي احنا المشاهد الساخنه اللي احنا شايفينها في هذه المنطقه ما بين الكيان الاسرائيلي وغزه وجنوب لبنان وايران والحوثيين في جنوب البحر الاحمر، كل ده ادى ايضا الى زياده او يعني عمليه التجاره العالميه الموجوده في هذه المنطقه بدات تنكمش بشكل كبير. كل ده ادى الى انه هناك انهيار في الاسواق. الدوله المصريه زي جزء من العالم تاثرت بشكل كبير جدا، يمكن شفنا كلنا زياده سعر الدولار في مصر، يمكن زاد في يوم واحد حوالي 75 قرش تقريبا، وده يمكن زيادة كبيرة جدا. لكن التبرير الأساسي ليها أنه هناك خروج لبعض أو جزء من الأموال الساخنة اللي هو هوت ماني الناتجة عن عملية التداول، سواء كان في أذون الخزانة أو في البورصة المصرية، وده خروج طبيعي. يمكن الأسواق الناشئة زي موجودة في تركيا، موجودة في الهند، موجودة في البرازيل، بدأت تتأثر بشكل كبير جدا أيضا بعملية الأموال الساخنة الموجودة لديها وانكماش الوضع الاقتصادي الموجود في العالم. أيضا تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية أو تحديدا البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي أن اعتبار من سبتمبر القادم هيكون هناك انخفاض لسعر الفائدة في الولايات المتحدة لأقل من 4.5%، يعني انخفاض حوالي 0.5% 50 نقطة، ويمكن ده طبعا كان غير فوق المتوقع، لانه المتوقع يكون في حدود اما الثبات في سعر الفايده او انخفاض 25 نقطه. كل دي الاسباب ادت الى عمليه ما حدث، ويمكن تاثر الدوله المصريه ويمكن دوله رئيس الوزراء، وده دوله رئيس الوزراء اتكلم فيه تاثير صحيح. الهزه اللي حصلت في الاسواق العالميه على البورصه المصريه. وهل بقى احنا متخيلين انه بعد ما ده حصل احنا عندنا مجموعه قرارات ممكن نحاول نسيطر بيها على الوضع اكثر واكثر؟ طبعا، هو اولا ما حدث يوم الاثنين الماضي ده يمكن تاثر بالعالم باكثر من 6 تريليون دولار للتقديرات المبدئيه. طبعا يمكن الدوله المصريه بتاخد مجموعه من الاجراءات، سواء كانت من خلال سياسات نقديه من البنك المركزي المصري او سياسات ماليه واقتصاديه، ان انت بتحاول تجذب الاستثمار المباشر، بتحاول تحجم الاستثمار غير المباشر اللي هو الهوت ماني، بحيث ما يبقاش هو متحكم او ما يطلق عليه الاموال الساخنه تبقى هي متحكمه في الاقتصاد طبعا. ويمكن ده بدات به الدوله المصريه انها تبدا تتوسع في عمليه الاستثمار المباشر بشكل كبير، وتبدا تجذب استثمارات، وايضا عمليه التقليل من النفقات وعمليه الترشيد في الانفاق. هو ده يمكن السبيل اللي بتسعى ليه الدوله المصريه حاليا في الوقت الحالي. طب دكتور، يعني تابعنا فكرة خروج الأموال الساخنة زي ما حضرتك قلت من السوق المصري، وكان ليها تداعيات مباشرة. إزاي نتفادى
هذا السيناريو مستقبلا، خروج الأموال الساخنة، وكمان في نفس الوقت نحافظ على الاحتياط الخاص بالنقد الأجنبي والسيولة وتحقيق مزيد من الاستقرار داخليا اقتصاديا تحديدا؟ هو بداية نوضح ايه الأموال الساخنة. هي أموال المستثمرين الأجانب اللي بتتم الدخول بها بالعملة الأجنبية في الأسواق المصرية، سواء كانت لشراء أذون وسندات الخزانة المصرية أو التعامل في البورصة المصرية. هدف الأموال الساخنة بوجه عام على مستوى العالم إنها بتدخل الأسواق للحصول على مكاسب يعني سريعة بيستفيدوا بفايدة أعلى أو يعني بالضبط والحصول على فايدة أعلى عشان تبدأ تتحكم أو لا نجعل هذه الأموال الساخنة في أي ضغط اقتصادي عالمي إنها تتأثر وتخرج من السوق المصري. لابد من وضع مجموعة من القواعد، سواء كانت إن أنت تبقى متفق مع المستثمر ان هو ما فيش حاجه اسمها خروج مباشر، ان انت تخرج بفلوسك تمام بس على مده اطول اللي هي من 3 اشهر الى 6 شهور عشان اضمن ان ما يبقاش عندي يعني ضخ للسيوله او خروج للسيوله الدولاريه من السوق المصري بشكل سريع. النقطه الثانيه ان انت بتدي حوافل للمستثمر سواء كان من اللي هو صاحب الاموال الساخنه، سواء كانت بفايده عاليه سواء كانت ب استثمار ان انا اقدر اوفر له استثمار بشكل امن بشكل افضل، انه يحقق له مكاسب افضل، انه الضريبه عنده تقل فيحقق لي مكاسب اكتر. الهدف انه عدم خروج هذه الاموال بشكل سريع من السوق، هو ده المفروض تسعى عليه الدوله المصريه، لانه الخروج المباشر كما حدث في عام 22 انه خرج في شهر مارس وحتى مايو اكثر من 22 مليار دولار في فترة وجيزة جدا، ده يمكن أثر على السوق المصري بشكل كبير، ويمكن بدأنا نعاني من أزمة خروج الأموال الساخنة. لكن أعتقد أنه عندما تسعى الدولة إلى استثمار مباشر كما حدث في صفقة رأس الحكمة واستثمارات أخرى مباشرة، بالإضافة أن أنت تحجم خروج وتقلل خروج الأموال الساخنة بمجموعة من القواعد وبالاتفاق مع المستثمر الأجنبي في هذا الاستثمار، لا سيما ان انت عندك سوق بيحقق مكاسب عاليه مقارنه بالاسواق العالميه ومقارنه باسواق الناشئه الموجوده في المنطقه حوالينا، اعتقد ان ده هيساهم بشكل كبير الى تقليل خروج الاموال الساخنه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، صباح الخير على حضرتك.